استمرارا لموجة العنصرية والتحريض على العرب التي وصلت الحيز العام وأماكن اللعب، أصدرت بلدية العفولة أمرا يمنع دخول أشخاص من خارج المدينة إلى متنزهها العام وحدائقه، مسميات تقصد المواطن العربي وتتخذ طريقا التفافية لمنعه من الدخول. يعني هذه الخطوة بالأساس هي خطوة غير أخلاقية، هي سد للمواطنين العرب، سد الباب أمامهم، وهي بالأساس قضية عنصرية. هذا هو التعامل العنصري، ويعيدنا هذا التعامل العنصري إلى يعني أزمان غابرة، حيث كانت هناك حدائق للبيض وحدائق للسود. هذه التصرفات انتهت في هذا العالم ولا يوجد لها مكان في القرن 21، وهذا ما يجب أن يفهموه في العفولية. ردا على عنصرية بلدية العفولة وسياستها الممنهجة ضد المواطنين العرب، قام المواطن علي خليلي من قرية إكسال المجاورة بفتح أبواب المتنزه الذي يمتلكه للمواطنين العرب دون أي مقابل. هاي إشي جدا عنصري، إشي جدا عنصري، إنه بالآخر هو طفل، وطفل بريء ولازم يلعب، لازم يساوي أي يعني ما في إشي بمنع طفل يفوت. فالطفل حتى لو الأجل عندي لهون، ومش بس دخولية مجانية، حتى لو ما كان معه وبده يأكل أو بده يشرب، فما رايح أقصر وما رايح أمنع هيك إشي. الإشي اللي أنا عملته حسيت بقيمته بعد ما شفت الإشي كيف انتشر، وبعد ما شفت الأولاد اللي أجت لعندي كيف مبسوطة. الإشي كأني ربحان أنا 100 مليون دولار، إشي لا شعور لا يوصف. هذا القرار يأتي بعد رفض بلدية العفولة في السابق السماح للعرب بشراء الأراضي والبيوت في المدينة، تحريض قوبل بصمت تام من قبل الجهات الرسمية الإسرائيلية وعلى رأسها الحكومة، في إشارة إلى الموافقة الضمنية والتشجيع على المزيد.